وراح اقول في سلسله شوف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من جامعة القصر بجير التابعة لترابع عمالة إقليم العرش. إذا من بعد لايف شوف تي في، إذا معنا رئيس ديال الجماعة ديال القصر بجير اللي بطبيعة الحال غادي يدخل على الخط ديال المعاناة ديال الساكنة اللي خرجوا وصلناهم بطبيعة الحال في متجر بطبيعة الحال متجر الجبل غني، عفوا كنعتذر، متجر الجبل غني اللي تابع لتراب جماعة القصر بجير، واللي قالوا بطبيعة الحال مجموعة ديال الأقاويل اللي غادي يوضحها لنا رئيس ديال الجماعة. رئيس السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا الصحافة اللي كانوا زاروا دوار جبل الغني نهار الجمعة وجاو زاروني أنا دابا في الجامعة. واخا رئيس توضح لنا بخصوص الهضره اللي دارت تما وهم الناس اللي قالوا الهضره بان الدوار ما عندهمش الطريق وان الطريق ديالهم كتقطع بسبب خطره كتقطع. وانا هذه المقابله هذه اللي بغيت ندير معاكم على حسب ذاك الكلام اللي كان صادق في جبل الغني على ذوك الناس، كنوضح الصوره. هذوك الناس ديال جبل الغني الدائره ديالهم كنحسبها دائره من الدوائر اللي هي عندي تابعه للجامعه ديال قصر بجير اللي هو الممثل ديالها هو العضو دابا حاليا البلاك محمد. وما يمكن لي شي دوار اللي هو تابع للجامعه ونتخلى عليه، ما يسمح ليش الضمير ديالي من جميع الجهات ما نخليش دوار الطريق مقطوعه عليه ولادها حاليا. بعد الكلام اللي كانوا كيقولوا بعض الاخوه اللي هو تما انا بدون ما عجبنيش. نعطيكم التوضيح الصوره. الصورة كيقولوا الطريق هما الجامعة عمرها ما خدمت لهم، لا هذا أنا كنعتبرو بهتان بالنسبة لهذا الكلام، هذا ما خصوش يقولوه. كاين الطريق النقطة الأولى فتح وتهيئة المسلك المؤدي إلى دوار جبل الغني على طول 1800 متر في السنة ديال 2000 اللي هو خدمته الجامعة ديال قصر بجير. الصفقة رقم 3 98 99 المتعلقة بتهيئة المسلك بكل من دوار زهجوكا جبل الغني المبلغ 62 مليون. هادو كل هاد الفلوس هادي كانت الجماعة عندها الحق، كانت كتسقو بالطرقان بالنسبة من الميزانية ديالها، صغبنا لهم الطبلات في 2018 300 متر من الدوار الى من الدوار للمسجد، من البدايه ديال الدوار حتى المسجد في كيصليو الناس. هذه انا كنعتبرها دائره وحده، جبل الغني الباحطه عين توته دائره وحده. الممثل ديالها هو البلاط، عطيناهم 50 مليون كدعم من الجماعه باش يدخلوا هما الاناره العموميه، باش المواطن احنا دائما مع المواطن، ما نخليوش المواطن يضر يقول انا تحرمت من الاناره العموميه. حنا كنمدو لهم يد المساعده من ميزانية الجامعة كنخلصو. تكلموا على واحد الخندق كيقولوا قنطرة، قنطرة هي كاينة ماشي ما كايناش. هذيك القنطرة جاية من عرباوة، ملي كتكون الشتا كنخافو على التلامذ الصغار، إما بنادم كبير
راه عنده الطوموبيلات كيقطعوا رجليه يقطعها، ماشي شي الواد. راه هذيك الشعبه كنتسموا حنا بالدارجه العربيه كنقولوا لها شعبه، ولكن حنا بيدي انا كنمشي انا، ولا الدور السلطه المحليه لا القايد ولا الخليفه اللي كيعيش معانا. كان نهار الشتاء كنمشيو نديرو تما الحراسه على التلامذ، كيقراو التلامذ ويرجعوا بحالهم. رئيس بخصوص انه قالوا، اسمح لي قاطعتك، بخصوص قالوا بان راه سميتو لومبيلونس، معنا في لومبيلونس كيهزو النساء الحوامل كيهزوهم في المحمل. مسائل هذه كيكتبوا فيها. عندي انا جوج ديال لابيلانسات هما، وسول الممثل ديالهم اللي صوتوا عليه، الا تيعيط لي في الليل تنعطيه لابيلانس تمشي. الشيفورات جوج وكنصيفط لابيلانس، هما عندنا جوج لابيلانس والدوار فيه الطريق، وانا ما مشيت نهز المريضه مسكينه مش عايبه عليا. واليوم في هذا الوقت باقي شي واحد يهزوه في المحمل باش يديوه للطبيب؟ لا والو. هاد المسائل هذه شويه فيها ديال هذوك اللي كانوا تما كيبغيو يديروا السياسه انا ما نمنحهمش منها. هما راهم دازوا، بالنسبه لحمد راه كان مستشار سابق، وخوه راه هو اللي كان مرشح مع البلاك في 2021. دابا ميتخاد الانتخابات هذه يجي مرحبا به، يدخل الخط، حنا ما نمنعوش، ولكن باش يبقى يكذب ويقول انا جاي عندي البيرو، انا جاي عندي البيرو جريت عليه، عيب عليا باش نجري على شي واحد. انا ملي كنكون هنا في العمل الباب ديالي محلول على كل شيء، ما نقدرش نجري عليه. وكيقول لك كان معايا العضو ديالو، انا يكون معايا العضو نجري على شي واحد، يجيبو يشهد بيا ذاك العضو يقول لي انت جريت على المواطن ديالي، ماشي عيب عليا. هو تيقول تما ودي هما صوتوا عليه وهو صوت عليا، وهو كان مرشح معاه في الدائره، هو اللي كان مرشح معاه في الحزب ديال البا، وانا تيقول لك صوت عليه وصوت عليك. واخا راه شنو هي الرساله ديال الناس ديال الدوار ديال جبل الغني؟ جبل الغني مرحبا بهم، اي وقت الباب ديالي محلول، يجي اي واحد عندي من جبل الغني نحسبه كانهم هو من الدائره ديالي انا اللي كنترشح فيها انا. بالنسبه للطريق، الطريق اي حاجه فيها كانت تما نمشي ندير لها الترميم ديالي، انا مستعد ما عنديش مشكل، ملي نمشي انا مستعد اي حاجه انا خصها نسقفها. واخا شنو الكلمه ديالك الاخيره شنو تبغي تقول؟ الكلمه الاخيره نقولوا لهاد الناس هادو الله ما يديروش هاد المسائل ديال هاد الوشيه ديال على لا ليا ولا المستشار ديالهم، عطاني الصوت وعطاني كذا. انا راه صوتوا عليا 28 عضو في الدائره، دابا في هذا الوقت هذا ديالي كيصوتوا عليا بالاجماع، وزيدون انا كنخدم مع كل شيء بالاجماع، جميع الدوائر اللي عندنا في الجماعه كنخدموا في الدوائر ديالنا. شكرا.